بإيت سمارت اليوم موضوعنا عن الباستا، محبي الباستا تابعونا. صباح الخير رندا. صباح النور ستيفاني. حلو هالموضوع، يعني بنعرف انه فينا ناكل باستا باعتدال، وفي باستا قمحة كاملة، في باستا البيضة، في انواع مع سبانخ، في الجلوتين فري، يعني اليوم كله رح نحكي قد ما سمح لنا الوقت رح نحكي عنه. بس بالاول كومبيتيشن خبريتك، عنا نذكر العالم بباري لايت كومبيتيشن اللي هي اي في وحدات حرارية اكثر، العنب او الرمان. طبعا عم تجاوبوا على الام تي في فيسبوك بيج الايف، او عم تجاوبوا على دي سي دي سي رندا دنيا فهد، او عم تجاوبوا على باري لايت هيلث سنتر. نحن من كل هول الأجوبة عم ننقي دايما حدا ليكون عم يربح، عم ننقي طبعا بالقرعة، وعم ياخد بوكسز اللي هن أكل كامل من مطابخ باري لايت. صح. نحن بكرة طبعا رح نعلن الرابح ونعمل كومبيتيشن جديدة. وبذكر برجع أنه نحن أنا موجودة كل نهار أربعة بالأشرفية، اللي بحب ينزل يشوفني تحت. هلأ خبريتنا على الأشخاص اللي هن بيعملوا ريفلوكس، اللي هي بيكون في أسيد بالمعدة، وهيدا الأسيد بالمعدة اللي هو بيصير يطلع ويضايقنا بميلة، يعني منصير نحس إنه في أسيد بالتم. هلأ هيدي مشكلة بعتقد أو علمياً كل شخص معقول يمرق فيها، ولكن في أشخاص بتكون كتير قوية عندهم وبيصيروا يحسوا بأوجاع بالصدر، بحسوا حالهم رح يصير وجع رأس أوقات، يعني كل شيء بيأثر. Exactly. فهوني صار عنا كأنه مرض. هلأ دايما نحنا بنعرف، أو كانت الدراسات تقول إنه بدكم توقفوا الكافيين، توقفوا الأشياء الأسيدية مثل البندورة، مثل الليمون، توقفوا والحار. الأشياء اللي هي والحار طبعا، والأشياء اللي فيها المشروبات الغازية. هلا بالدراسات الجديده ستيفاني تبين انه يمكن حتى في كثير اشخاص ما كانوا عم يوقفون، او بحسوا ما فيهم يكونوا هالقد ستريكت وقتها تقولي لهم عندكم 10 اشياء 12 شغله ما فيكم تاكلوها. صح، وكل يوم هيدي، مش انه على يعني على يومين ثلاثه، يعني الواحد اوقات بده يزمت 100%. فهون لا، من وراء كل هالابحاث الجديده تبين انه بالحقيقه ما في انسان نفس الاكل بضايقه مثل انسان ثاني بالنسبه لموضوع الريفلوكس او الاسيد اللي بيطلع على التم. فهون واحد حسب جسمه. مزبوط. يعني سوري، الواحد بده يتعلم من نفسه، يعني يعمل تيست على حاله. وهذا شيء صحيح ورا دراسات، بس هذا شيء انا بشوفه كمان، ما ننسى خبره رح يصيروا 20 سنه بالعياده عندي. فاللي ملاحظ انه كل انسان مثل ما قلتي عنده شيء بضايقه غير عن ناس ثانيين. هلا في عندنا ثلاثه هن اساسيات، اللي عنده زياده بالوزن بده يكون عم ينقص وزنه، ما بدنا ناكل وقعات كثير كبيره، وما بدنا ناكل وننام، هولي أوكي. اساسيات بدهم يكونوا أوكي. ولكن كمان الانسان المطلوب منه انه يقيد شو عم ياكل، والايامات اللي هو انزعج فيها بده يعرف من وراء اللي قيده شو الاكلات اللي اكلها زعجته. وهون كثير عالم في عنا بضايقوا من البندوره، في عالم عندهم ريفلكس ابدا ما بضايقوا البندوره، بضايقوا الخيار اللي هي شغله نحن ما بنقول عنها انها بتؤدي لمشكله الريفلكس. ناس ثانيين ما بيتضايقوا من الحر، ناس غيره من الثوم اوقات 100%. فعنا هون واحد بده يكتشف شو هو الشيء اللي عم يضايقه، هيدا اللي بيبتعد عنه. Very good. تنرجع للباستا. باستا مثل ما قلتي ستيف بأول حلقة، عندنا كثير أنواع من الباستا. على كل حال أسامي الباستا مهضومين. في أنا جايبة هون الباستا البني اللي عندنا هون، عندنا هون هيدي اللي هي فيتوتشيني، في عندنا الباستا، في عندنا الكانيلوني، تالياتيل. مزبوط، تالياتيل. في عندنا الاسباغيتي اللي بنشوفها هون. فاذا هون التالياتيلي هي اللي فرجيتها، الفيتوتشيني هي بتكون كمان رفيعه فلات، بس فلات بس مزبوط بتكون طويله. فإذا من شو الأساس معمولة فيه الباستا؟ الباستا معمولة مبدئيا من القمح اللي بنقوله دورمويت والمي. هلا في عنا انواع باستا بينزيد فيهم بيض، معمول فيهم بيض، وفي عنا الباستا اللي حكيت انه هن جلوتين فري. الجلوتين فري اللي ما بيحتوي القمح، يمكن يكونوا معمولين من الرز، يمكن يكونوا معمولين من الذره، يمكن يكونوا معمولين من مزيج بين الذره والكينوا، يمكن يكون معمولين من البطاطا. بطاطا مزبوط، من البطاطا والصويا. فهون اذا حدا عنده انتولرنس على شغله معينه، في يتطلع دايما بده يقرا انجريدينتس ويشوف شو فيها ويكون عم ياخذ. شو الاحسن رندا للجلوتين فري؟
يعني شو ناخذ رز ناخذ درع ناخذ اللي اليوم بدي احكي اذا بدنا نستنتج بالاحسن هو الجلايسيميك اندكس تبعوله اوطى اللي هو يعني وقت بيعلي السكر بالدم. ومن هون رح بلش احكي عن الباستا وبنستنتج بالاخر اي هو الاحسن. فاذا انا من هول الباستاجيت اللي نحن شفناه هون وحده منهم عم نشوفها هون اللي هي البراون باستا. مزبوط، نحن وقتها بدنا نقرا على الباستا بدنا اياها تكون هول ويت، واليوم رح نلاقي انه كثير في فرق بين الهول ويت والعاديه. فاذا اول شيء ما بدنا نكون عم ناخذ باستا تقول مالتي سيري، بتذكر العالم انه المالتي يعني جميع انواع الحبوب مش يعني هي الحبه كامله الحبه الكامله. مزبوط، فاذا بدنا اياها حبه كامله خاصه بالخبزه كمان وبالكعك كل شيء، يعني اوقات بنلاقي مالتي 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 ومش ضروري يكونوا هيلثي. مزبوط، فاذا هون بدنا اياها هول. هلا هيدي الباستا اللي هي هول، اول شيء هي عم تعطي انرجي، فاذا عم تعطي طاقه. بتشوفي كل الاشخاص اللي هن بيعملوا رياضه على مده ساعه وساعتين وثلاث ساعات بالنهار، خصوصا قبل المباريات نحن بنطلب منهم انه يكون عندهم لود، يكون عندهم لود من الطاقه او كربوهيدرات لود. فاذا نحن بنطلب منهم ياكلوا الباستا اللي هي من اكثر الاشياء اللي هي بتعطي طاقه للجسم. فاذا اول شيء عطتنا طاقه. شغلة تانية وقت أحكي أنا على الهول باستا يعني الباستا الكاملة، الشغلة تانية هي أنها بتحتوي بكل كباية 8% من الحديد اللي نحن بحاجة لإله. فالإنزيم اللي عنده نقص بالحديد مش في يقول هيدي ما إلها طعمة، هيدي إلها طعمة، بنحطها بنحط معها لنقول لحمة صار عندنا كمية حديد أكتر، كمان بنحطها بنحط معها البندورة صار في امتصاص للحديد أكتر. فإذا هون مزبوط هي مصدر للحديد، هي كمان مصدر للفوليك أسيد. هلا ستيفاني وقتها نحن نكون عم نعملها منا هول، عم نشيل منا القشرة ونكون عم نصنعها، لا كمية هالحديد نحن عم نقول 8% عم ينقص لنصه. شغلة تانية هي موجودة عندك البي فيتامين بي، موجودة الثيامين، موجودة النياسين فيهم. كمان نحن وقتها نكون عم نشيل منا القشرة هول راحوا، مشان هيك نحن أوقات بنشوفها مدعمة بالفيتامين بي لأنه هن كانوا نشيلوا منا. فإذا هيدي كمان عم بحكي قديش هي وقتها تكون هول عم تكون مهمة لإلنا. هلا بفنجان الباستا في عنا 221 وحدة حرارية، أكيد ما عم نحكي إنه الباستا ما فيها مطبوخة ولا حرارية. مش مطبوخة، هي مطبوخة هي طبعاً. مطبوخة. ولكن كمان الباستا اللي هي هول تحتوي على ألياف، فنحن بالكوب تقريبا عندنا 4 جرام من الألياف اللي هي كمان كمية لا بأس بها، لأنه نحن وقتا ناكل وناكل 2 كوب من الباستا لكن نحن عم ناخد 8 جرامات من الألياف، وهيدي كمية كتير منيحة. طبعا وقتا نشيل منها تبطل هول ببطل عندنا الألياف، فكمان هيدي شغلة نحن فقدناها. هلا كمان بدي أحكي على موضوع معين مثل ما قلنا هون، موضوع الجلايسيميك إندكس. الجلايسيميك إندكس تبع الباستا منه عالي، يعني هون إذا بدي أحكي الباستا الكاملة ولا العادية؟ هلأ رح أعطيك الرقمين، الباستا العادية الجلايسيميك إندكس تبعها 41. من بعد الوقفة بديك تقولي لنا الباستا الكاملة. هيدا أتتلم نرجع منتابع موضوعنا مشاهدينا مع رندا. رندا الجلايسيميك اندكس الباستا العادية قلتي 41 والباستا الكاملة، والباستا الكاملة 37. هلأ مش كتير فرق، مش كتير فرق مزبوط، ولكن هل كم أول شيء بيأثروا، وتاني شغلين احنا شفنا قديش حسنات الحسنات الباقية اللي فيها الألياف والحديد والفوليك أسد وإلى بس أخير. بدي أقول لك شغلة صراحة، الباستا العادية أطيب عن جد عم تحكي أطيب من يعني إذا حسب الصوصات، يعني مزبوط. إذا بدك تحطي كريم فريش أو صوص بلانش الباستا العادية أطيب، وإذا مع صوص طومات الباستا الكاملة طيبة. أنا هيدا برأيي أنا لأنه رأيي تعودتي. أنا هلا أنا بتعرفيني إذا كان صحي يعني هو أحسن أن ذاتس إت يعني صح. بس عم بحكي عن أولادي مثلا نعم الرز الأسمر دائما بعمله ودائما بنقوا عليه
بس الباستا الوحيدة ما بينقوا. ما بينقوا عليها. فبحس كأنه إذا حطيتي لها صوصيت سحبي بخفض شوي. مزبوط. ولكن كمان نحن فينا نخفض الجلايسيميك اندكس بعدة طرق. فينا نمزجهم مع بعض. فينا نعمل هيك بس ساعتها قديش لأنه في وحدة بتستوي أسرع من الثانية. فبدنا نطبخ كل وحدة لحالها وبعدين نرجع نمزجهم. هلا مثلا إذا بدي أحكي عن الكانيلوني، بالكانيلوني إذا نحن حطينا الأسبانغ بقلبها أو إذا نحن حطينا البصل، أنا بحط معهم جزر بقلبهم، بحط شوية ملفوف بقصقصه والبصل بكون عم بحشيها، ساعتها هون الجلايسيميك اندكس تبعوه لبيوتا. هلا الخبريات كثير أهضم من هيك، هيئته خلص وقتنا أكيد نحن كل ما قربنا نرجع نخبر المشاهدين أشياء جديدة. ثانك يو رندا، بنشوفك بكره إن الله راد. مشاهدينا وقفة بتكونوا مع جيت فيت.